ياسين ده حبيبي يعني، احنا اشتغلنا مع بعض اول حاجة كانت بطولة لآسر، احنا اتقابلنا قبل كده وبعد كده احنا صحاب. اول مرة نشتغل مع بعض بعد غياب فترة طويلة قوي، بس يعني الحمد لله. يعني ما اتمناش يعني كنت اعمل العمل ده مع اي حد تاني غير آسر، لان هو الكيمياء فعلا اللي بينا فظيعة، وفي تفاهم وتفاعل مع الناس كمان حبينا مع بعض. وهو فنان كبير اقدر اقول كده، لان هو بيشيل مسلسل لوحده يعني، مش محتاج حد يشيل معاه. بس احنا بنشتغل بكونسبت تاني انا وهو، مخنا مش اللي هو بتاعت النجم الواحد، لا احنا مع العمل الحلو والروح الحلوة، ويمكن هو ده اللي نجحنا. مفيش حد عنده الانا بتاعته مش عالية، لان لو عمل زي ده كل واحد عنده انا بتاعته مش هينجح. لكن احنا كلنا الانا بتاعتنا هي العصابة، هي كلنا مع بعض. وطبعا كمان الاحساس ده هي كاملة، هي مدية حق لكل واحد فينا من أصغر حد لأكبر حد.